على الدولة، على الحكومة، على مجلس وزراء، اللي هي مطالب رجال الصناعة والاستثمار في مصر، باعتبار ان هو ده اللي كان مطالب الأساسية، المطالب الأساسية. والحكومة خدت، وبرضه في حاجة تانية برضه أقولها برضه، كنت بص يا فندم، زي ما أنت بتنتقد لابد إنك أنت تقول الصح برضه. نعم. كويس. النهاردة برضه السيد وزير المالية وأنا شكرته في الجلسة العامة بيان الحكومة، كان هناك مشاكل في 4 مليار و200 مليون خاصين بالمستثمرين بالتصدير، دعم المصدرين. الراجل مشكورا وفر 2 مليار بالفترة السابقة، ووعد خلال الفترة الحالية يكمل 2 مليار و200 مليون، يبقى كده سد كل الناس اللي هي خاصة بالمصدرين، الدعم المصدر. يبقى برضو عمل رواج للمصنع، عمل رواج للمصنع، انت لك 50-60 مليون خده بابا اتفضل، لك 10 مليون اتفضل، ده كانت فلوس عند الدولة، الراجل سدها، الدولة سدتها، يبقى اذا التزام الدولة بتعمله، عليك انت كمصنع التزام تلتزم بيه. انت كمصنع زي ما الدوله ملتزمه معاك، انت تلتزم بجوده بجوده المنتج، بجوده المنتج واعطاء العامل حقه. عندنا قد ايه فرص عمل موجوده في قطاع الصناعه في مصر، او قطاع الصناعه والاستثمار، لو انا بتكلم على قطاعين المهمين دلوقتي يا احمد بيه؟ قطاع الصناعه، عندك قطاع صناعي يشيل بامانه شديده، لا مش بقولها، انا رحنا لفينا شرق السويس، رحنا الاسماعيليه وبورسعيد، وكنا مع الفريق ميميش الله يمسيه بالخير، لفينا، عارف المناطق دي يا احمد بيه؟ اقول لك تاخد مليون مواطن الصبح يشتغلوا فين؟ كم المشاريع وكم العمل لن تتخيله. انا بقول لك على الهوا برضه، انا بقول للشباب يا شباب تعالى شغلك في مصنع، بيرفض. يقول هتدي لي كام؟ كله منتظر حكومه، بقول ان الحكومه ما عادتش بتشغل حد، مفيش وظائف حكوميه. الحكومه النهارده الحكومه مش هتشغل غير اللي عايزاه. لابد ان الشباب، فكر الشباب وفكر الاعلام، لازم الاعلام يتكلم مع الشباب يقول له يا شباب ما عادش بس العمل اللي هو الحكومي انك تنتظره انك الدوله تتخرج تعينك، الدوله غير ملزمه تماما بتعين كل خريج. يعني بعلمك عشان اثقفك مش عشان اشغلك. عندك 600,000 كل سنه، كل سنه انا بعلمك. اصل فكر النهارده، انا في الريف وانا بالريف وانا راجل فلاح ومع الفلاحين ومع الشباب، الشباب عنده فكره ان هو حضرتك طالما انك انت وظفت خرجتني يبقى ايه؟ توظفني. يقول لك الدوله ملزمه ان هي توظفني، اقول له يا استاذ يا كابتن الدوله ما بتوظفش، خرجتك عشان تعلمك علشان تثقفك، لكن انت حضرتك دور على فرصه العمل اللي هي تؤهلك على حسب تعليمك. طب تعالى شغلك في مصنع، اقول لا ما بيشتغلش في مصنع. طب هتديه، طب يعني الامور عايزه ثقافه، ثقافه في المدارس، ثقافه في الجامعات، ان التعليم او انت بنخرجك من عندنا كخريج في اي بكالوريوس او اي ليسانس مش عشان الدوله تشغلك، لا عشان تطورك في الحاجه اللي انت عايزها. فاحنا الان امام قرار يستحق يعني الـ 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 التقدير انه بياتي طبعا في هذه المرحله، ولكن ايضا مره اخرى حضرتك بنتكلم على مطلوب ايضا خفض اخر، لانه كل ما بنعمل خفض على اسعار الفايده بيؤدي الى استثمار اكتر، بيؤدي الى فرص عمل اكتر، بيؤدي الى اقتراض واقامه مشروعات، والفلوس اللي في البنوك اللي حاطينها قروض دي وحاطينها وديعتي تطلع تشتغل. تطلع تشتغل. ستنابل. قرار صائب، وانا بشكرك، انا اللي بشكرك، انا بشكرك وبشكر برنامجك اللي يعني مش